مساء الخير. اليوم صراحة يوم سعيد بالنسبة لي، وأعتبره من أحلى أيام حياتي بصراحة. التقيت بشخص كنت أحلم أني أشوف له صورة. هذا الشخص يعني يعتبر يعني قاهر الأبطال أو قاهر الكبار، أسطورة، الساحر، الفرعون، قول ألقاب كثيرة. فاليوم التقيت فيه في دبي، وأتشرف أني التقيت فيه طبعا مع البطل الكبير العربي الأصيل، البطل محمد المكاوي. أهلا فيكم، وأنا ممنون كثير لحضوري اليوم مع الأخ محمد وفي بلدي الأصيل الإمارات. وأنا أحيي كل الشباب الجميل هنا في البلد والشباب العربي كله، وأنا بخير الحمد لله وأتدرب، وعندي هالترايسبشن لسه ما هي يعني زي ما هي، هذا علشان الويب سايت هنا ما شاء الله لسه بتدرب هاليوم، وإن شاء الله يعني نرجو الحضور للإمارات في زيارات متكررة إن شاء الله، وممنون جدا للحضور هنا. شكرا حبيبي. شكرا كابتن.